السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أشهر تطبيقات للـ Large Language Model الـ Open Source. الـ Large Language Model ده أبرز مثال ليه اللي هو شات جي بي تي وجوجل بارد، وهنلاقي برضو حاجة Open Source مشهورة اللي هو اللاما اللي هو بتاع الميتا اللي هو الفيسبوك ده، تقدر أنت تتحمله وتقدر أنت تعدل عليه وتقدر أنت تدربه بشكل حلو أوي. طيب خلينا نشوف مثلا دوت أهو، وعندنا ده برضو، كل دول اوبن سورس. يعني ايه اوبن سورس؟ يعني لو انت بتفهم في البرمجه تقدر انت تعدل وتقدر تعمل حاجه خاصه بيك. تقدر تعمل واحد مثلا تحمل فيه كل كتب مثلا العربيه، تمام، هم عاملين حمل مثلا كتب اجنبيه، فانت ممكن تحمل كتب عربيه. هم عندهم اجندات معينه، افكار معينه بيبثوها، انت ممكن تبدا تشوف الافكار الاصليه او الفطريه وتبدا ان انت تحطها. فنلاقي هنا مثلا لما بتاع الميتا تقدر ان انت تعمل له داونلود، مجرد بس تكتب اسم ايميلك ويديك الملف وتبدا ان انت تطبع عندك من خلال البرمجه، تمام. هتكتب اسمك وايميلك والشركه اللي انت فيها والكاونتري وتوافق على الاتفاقيه وتجيلك على الايميل الملف اللي تقدر ان انت تحمله وتشتغل عليه. في مثلا هنا لو انت جيت مثلا على الموقع دوت اللي هو جيت هاب، موقع جيت هاب ده موقع اوبن سورس، فممكن تقول له كود وتقول له داونلود ويتحمل معاك عادي. هتلاقي هنا الديمو وتقدر ان انت تفتحه بالشكل دوت، وتقدر ان انت تكتب اي سؤال ويجيب لك الاجابه على طول. تكتب سؤال هنا يبدا ان هو يجيب لك الاجابه، دي يعتبر زي بلاي جراوند تبدا ان انت تتدرب عليه، وتقدر تحمل الملفات زي ما انت عايز ويتسطبها عندك وتبدا تشتغل عليها. هو بيحط لك البيبر وبيحط لك الشرح بتاعها، ومجهز ان انت لو قلت له عايز اي معلومه او في حاجه مش عارف يعملها تقدر يشرحها لك بالتفصيل. وهنا اول ما تفتح الملف دوت تقدر ان انت تكتب المسار اللي في الملف وتبدا ان انت تسطبه ان شاء الله.